السينما فن الحكاية، الحكاية اللي بتلون حياتنا بأصوات بتاخد عقلك، بلقطاتها مذهلة، حركة بترفع مستوى الأدرينالين لما تشوف معركة ما بين الخير والشر، حبكة ممكن تفهمها وممكن لا. إحنا بنحب السينما بأفلامها وكل حاجة فيها، بس الحقيقة إن ده مش فيلم وده مش نجمك المفضل اللي هيدخل من فيلم لفيلم ومن شخصية لشخصية ويمارس حياته بشكل طبيعي، وده مش سحر السينما ولا ناس بتموت 10 مرات، دي مش شخصيات من أفلام بنحبها. كل دول بشر لازم نتحرك علشانهم، لازم ندعمهم علشان مع بعض ممكن نوقف حروب العالم وننشر السلام. منتدى شباب العالم، شباب من أجل إحياء الإنسانية.